قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية. ده الكتاب, ده ده الكتاب, ده الكتاب. العقائد ده انا اكلمكم النصيحة, لو ما تكسرت ما بنمشي لقدام. ما يقدر يغشك يقول لك يا مولانا الأمة بخير. ايوه الأمة بخير, لكن في شر قاعد لابد يصلح, لابد يصلح. اكتر الناس ما دايرة دين الله, اكتر الناس دايرة حرام القلوب تقلب في نوبي بتقلب. يا عيني تعاينا الجنن تنو قلبي. اكتر الناس ما داير دين الله, عشان كده ربنا قال وينطط اكتر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. عشان تعرف انه نحن وجعتنا وحرقتنا دي ما ساكت, ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير. وما حصل ابدا جينا قلنا يا جماعه ادونا حاجه, ولا دارين من زول قروش, دارين نحذر الناس من الشر. هل بيكشف الكروب ربنا؟ عشان كده ربنا قال في سوره يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمثل قال العود كان ما فيه شد ما بيقول شنو يا جماعة, ما بيقول طق. والله يا جماعة عندنا جيرك في السودان لو ربنا تور أبو لهب عليه لعنة الله جاء السودان بس خمسة دقائق بس حيقول شيرك زي ده أصله ما شفنا. الله تكلم عن الناس, عن ناس, وقال سيقول السفهاء من الناس. تجار الدين ما بيقولوا الحق, عندهم مصالح, عشان كده الرسل ما عندهم مصلحة في بشر أبدا. ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلاك سمين, تفاح, كب, برتقال, كب, أناناس, ليمون, دمنه دمنه. ده رب العالمين يا كيف تنادي لك تقول لي يا شيخي البريدك مد ليدك يمدها بيوين ودفنت. انت تزعل من ده ولا تزعل مني انا؟ بالله يا جماعه ابقوا منصفين وابقوا عادلين. منو قال قال انا البنيت السماء ما الله, وقال انا العرش والكرسي بتاع الله, وانا كان ماخذ لام من الله نار الجحيم الخلقه الله, انا بقدر اطفيها ذات واغلب الله. منو؟ محمد عثمان المرغني. في شيرك لو انت تكتت وانا تكتت ربنا بيهلكنا كلنا يا جماعه, الصالح والطالح. عشان كده ربنا قال ادعو, الرسول قال الدين النصيحه. في شيرك الجنه حق الله, في ناس قالوا الجنه ما تكنه نحن. والموضوع ده ما بيصلح الا بدعوه صريحه. اما الدعوه بتاعت الغدغته تغدغت في المواضيع, تتكلم كلام فضفاض بفوق بفوق. يا امه الاسلام الأمة تحتضر والأمة تنتظر والأمة تعيش جراح وآلام. جراحة وينه؟ آلام وينه؟ في دعاة ما عندهم موضوع, دعاة دارين يأكلوا ها بمنبر الدعوة, دارين يغشوا الناس, شغالين شغل فوق فوق. أتكلم عن العقائد دي عديل, ما في عقائد خربانة في المجتمع ولا ما في؟ حتى في أكثر الأماكن لو جات بتغني ولا دول بيمدح الناس بتذموا ها. لو جات ها جابوا اللمين, جات حنان بلبلو ندى القرعة, اوه ناس بقرب. لكننا بنجي الحق. ربنا قال اكثر الناس ما دارين حق. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الزول اللي بكورك من برا ده ما هو ما عنده حجه. لو عنده حجه عرفت تمام كورك, بيجي بيقول والله انا عندي رد عليكم. اتفضل اتفضل, طب بنديك المايك ده تتكلم للصبح. تنيجي اي مكان المفروض يحبه على التوحيد والعقيده الصحيحه, لان العقيده الصحيحه هي بتؤمن بالله عز وجل. لما الانسان يوريك العقيده معناه داير ربطك بربنا سبحانه وتعالى, كما جاء في صحيح البخاري الرسول عليه الصلاه والسلام قال كان الناس من عهد ادم عليه السلام الى عهد نوح كانوا على التوحيد الخالص, كانوا ناس موحدين. ورضوان كان كما ذكر في صحيح البخاري قالوا كان الفترة بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون كانوا الناس موحدين. بعد ذاك ربنا رسل أول نبي هو نوح عليه السلام
عندما حصلت جريمة الشرك والناس عبدوا 5 رجال صالحين كما في صحيح البخاري. هذا الكلام ما كلام فلان ولا علان، ده كلام الله. عشان كده ربنا بعث الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الأمة يا جماعة، هذه الأمة ربنا ميزها لأنها أمة عامرة بالمعروف ناهية عن المنكر، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربنا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ربنا قال: وأولئك هم المفلحون. ويا جماعة، أكثر الناس ما دايرة حق، والحق والتوحيد. أكثر الناس يا جماعة، ربنا قال الأكثرية عبادتين دايرين ضلال. حتى في أكثر الأماكن لو جات بالتغني ولا ذول بمدح الناس بتذموا. ها لو جات جابوا اللمين، جات حنان بلبلو ندى القرعة، الناس بيقولوا. لكننا من يجي الحق، ربنا قال أكثر الناس ما دايرين حق. ربنا قال: لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس ما دايرة دين الله، أكثر الناس دايرة حرام القلوب تقلب في نوبة بتقلب، يا عيني تعاينا أجنن تنو قلبي. أكثر الناس ما دايرة دين الله. عشان كده ربنا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالناس أكثر بيكرهوا، الأكثرية بيكرهوا الدين عشان لأنه في قلوب مرض، لأنه في ناس ما موحدين، هو بيصلي وبيصوم لكن بينادي غير الله. بيقول في الليل الهادي: بنادي سيادي جملة فرادي، وقم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي. والذول اللي بيسوي ده مشكلته مع الله الخلق. الذول اللي بينادي غير الله، لو بتنادي النبي عليه الصلاة والسلام انت بتكون عدو لله الخلق، عدو لله، ما عدو للإمام البخاري ولا أبو حنيفة ولا الوهابية. وما في حاجة اسمها وهابية، ولا في حاجة اسمها صوفية، ولا في حاجة اسمها إخوان مسلمين، ولا في حاجة اسمها أنصار سنة، كله ما في. ربنا قال: هو سماكم شنو؟ المسلمين. نحن مسلمين. ربنا قال: التفرغ ده شغل المشركين. ربنا قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. فيا جماعة، التوحيد هو حق الله للعبيد. كثير من الناس، وربنا قال أكثر عبادتين مشركين، مؤمنين لكن بيخشوا في الشرك. ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والرسول قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. انت قال المشرك ده خواجة أحمر وعيونه خضراء؟ لا لا لا، المشرك ده يمكن يكون اسمه محمد والحاج عبد الله، ساكن قاعد يصلي في الصف الأول، وبعد ده مشرك. مشرك كيف؟ بنادي غير الله. لو قلت يا النبي الحقني، ده الشرك ذاته. وربنا قال ده مضل. ربنا قال: الذول البلاد غير ده. قال: الحمار اللي بيشير الكارو ده خير منه. كلام ده لا كلام الدار، لا ساهور، لا الجزيرة، لا قناة النيل الأزرق، ده كلام الله. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ربنا قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيا جماعة، لو راجعت القرآن كل مشاكل مع الأنبياء، القرآن كل مشاكل مع الأنبياء. رضوان قالوا له ساحر وقالوا له مجنون، ليه؟ في التوحيد. إبراهيم عليه السلام أوبا قدعوه في النار، ليه؟ في التوحيد. والرجل الصالح، ربنا قال: وجاء من أخت المدينة رجل يدعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. في النهاية الرجل الصالح قتلوه حتى أمعاه مرقت بدبره. ربنا دخلوا الجنة يا جماعة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ويا جماعة، الذول أصلا بيموت، المشرك بيموت والموحد بيموت، لكن أخير تموت موحد، أخير تموت موحد، لأنه في ذول بيموت بيطق جملاريا
وذول بالدبوريه وذول بيجح سكين انبياء موت انبياء ضبحون عديد من الارض. نحن شنو استجمالين دين؟ نحن شنو استجمالين دين؟ انبياء ضبحون واحد من الرضال الى الرضان. عشان كده يا عبد الله رضوان قال قول ان اجتمعت الانس والجن الانس والجن على ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله عليك، وان اجتمع لضروك لن يضروك الا بشيء كتبه الله لك، رفعت الاغلام وجفت الصحف. فانت يا اخنا من ذول يقول لك اذا سالت فدع لله واذا استعنت فاستعن بالله، ليه بتزعل؟ بتزعل ليه؟ اه وفي كتب يا هذه في العربيه كتب هنا في في جامعه في مدرمان جامعه في دار السودانيه الكتب كتب تنباع يا جماعه. والله يا جماعه عندنا شرك في السودان لو ربنا تور ابو لهب عليه لعنه الله. جاء السودان بس خمسة دقائق بس حيقول شرك زي ده اصله ما شفنا. ابو لهب ذاته والله ابو لهب ذاته، ها لانه ابو لهب عنده الخالق الله والرازق الله والمحيي الله والمميت الله، وانت الخلقك الخلقك انت وخلقني انا والخلق الكون ده كله ضمنه ده رب العالمين. ربنا قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، خلاك سمين تفاح كب برتقال كب اناناس ليمون ضمنه ضمنه ده رب العالمين. يا اخي كيف تنادي لك تقول لي يا شيخي البريدك مد ليدك يمدها بيوين ودفنت، ها يمدها كيف؟ في دكتور اسمه حضر الفاضي غريب الله ده كان مدير جامعة ام درمان جابوه في غناء اسمها غناء النيل الازرق، قال الشيخ بعد ما يموت قاعد بيطلع من قبره يقطع حوايج الناس ويرجع راجع. بالله حاسس الدور مكفوف في الحراسه دي بيطلع عليه كيفه؟ لو مكفوف في الحراسه يقول لي يا بوليد عننك انا طالع وجايك بديك بنا بقول لك ارجع ضمانتك ما جات، ده بوليد هنا. فما بالك انت مت حتى لو دفنا ذو صلاة الصبح جانا بعد شويه حتى قال السلام عليكم اني راجع بنتظر ما بيجي ثاني نهاية. والله ود لحد لو مت خطك فوق حي حي قال روحك عينك ما تحكها والله حي عديد. كيف انت اكلك الدودو عديد مت انتهيت؟ ها فاول ها اول من ينشغى عنه الرب هو الرسول عليه الصلاه والسلام. فيا جماعة في السودان في شرك لو انت سكتت وانا سكتت ربنا بيهلكنا كلنا يا جماعة الصالح والطالح. عشان كده ربنا قال ادعو الرسول قال الدين النصيحة في شرك الجنة حق الله. في ناس قالوا الجنة ما تكنه نحن الجنة هنا في مدحة تسمع اللي ذي رقاب يقولوا الولد بوقية والبيت بنصوقية ده ولد بتاع العاب ولا شنو؟ قالوا الولد داير بيت تاخذ نصوقية داير ولد تاخذ وقية. البرعي الشيخ البرعي قال بيمدح بالشيخ الكباش قال كباشي كم عدى ولد كم حل عقد. والله لو حاضر ابو لهب يقول له استغفر الله العظيم يا برعي السودان لانه ابو بدي الجنة الله يا اخ. كيف انت يا اخ تقول بدي الشيخ الجنة؟ الصاقعة قالوا ما تكنا برضو الشيوخ، المطر ما تكنا الشيوخ. شيخ قالوا جاء الصاقعة في الجزيرة هنا قبل شهور وقعت لها في قبه، ربنا وقعها في قبه الله خلقنا القبه ارتسقت حته حته. الجماعه قالوا الصاقعه دي كانت جايه للحله لكن الشيخ جراها عليه. بالله يجر الصاقعه ما يقوم على حاله يا صاقعه شنو قال بيجر تموت عديل قال بيجر الصاقعه. بعدين جاء واحد للشيخ قال له اكتب لي الحجاب من الصاقعه حوار الصيح جنب ورقه كتب له فات منه جنب واحد قال له يا شيخ معقول الصاقعه عندها حجاب؟ قال له الصقعة كان جاته بتريحني منه تاني ابي راجع. وكان ما جاته ما بقول له الله بقول له منه بقول له الشيخ. وزي ما قال فرفور الفنان ده قال في الحالتين شنو؟ في الحالتين انا الضايع. فده ضايع ده ضايع كيف تنادي؟ ها تنادي غير الله. فالناس قلت له الحكايه الكون قالوا ماسكنه المرغانيه وحتنت حسونه زي ماسكين الكون. يا جماعه الكلام ده المفروض الزور يغضب لله عز وجل. كلام نحن لو ما عنده ادله ما بنقوله، ها؟ مرغنيه قالوا نحن المراغنه عن قدم الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا، قالوا ماسكنه قدم. البرعي قال حزن بكم الفيل كون متحكم، قال ماسك الكون، ده كون ده ولا ركشه ماسكنه المرغنيه حزن حزون، كون شنو ده يا اخي؟ يا جماعه المفروض حتى الواحد لو سبوا ابوه ولا قبيلته يغضب والمحاكم تدور محامي طالب حامي داخل اكل موكلي موكلتي اكل قطعتي واكل قروشي يا دول شايل حق الله عديل.
ده جاي حق الله عظيم. لو احنا سكتنا ربنا بيهلكنا كلنا الصالح والطالح. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وانا ختاما بختم لك، الزول لو مات على العقيده الصحيحه، حتى لو عنده مشاكل، لو عنده معاصي بتاع خمره، ومش الخمره حلال لكن دون الشرك، ربنا قال لك يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ربنا قال لك لاتيتك بغرابها مغفره بيغفر لك. ولو مت على الشرك الجنه شما قدحها، مشرك ما عنده جنه نهائي. بعدين الرسول بيشفع للموحدين، الرسول قال شفاعتي اختبأتها لامتي نائله ان شاء الله، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذول بيمشي صاحب البنيه، ده ما بيشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم. ذول بيقول يا ود حثونا من المدفونه، عاين فوق نادي بذوق، عاين تحت نادي بمسك، عاين صعيد نادي على الصيد، عاين قدام نادي الهمام، ده ما عنده شفاعه نهائي، لانه ده اشرك بالله. وربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين اي المشركين من انصار. فنزل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا.